محمد ياسر، نائب مدير اداره السيارات جهاز حمايه المستهلك. اهلا محمد. شكاوى السيارات كثيره في مصر، الناس بتلجا لحمايه المستهلك، فاحنا كنا عايزين نعرف الناس لما بيشتكي ايه الاجراءات اللي بيتخذها الجهاز عشان يجيب لها حق. حضرتك الاول، احنا عندنا قسم تلقي الشكاوى، بيتلقى الشكاوى بيبتدي يستقبلها بعده طرق، سواء من على الويب سايت او على الايميل او على الواتساب او من استمارات موجوده في مكاتب البريد. كل الطرق بتبقى مجانيه وفي اكتر من طريقه كمان. وبعدين بعد ما بيتلقوا الشكاوى وياخدوا المستندات بتاعه الشكوى، المستندات اللي تهمني في الشكوى بالنسبه لشكاوى السيارات ان رخصه السياره، لان اتاكد انه دي ملكيه خاصه مش بغرض تجاري، لان انا مش مختص بالاغراض التجاريه. شهاده الضمان بتاعه العربيه او كتيب الضمان، اي حاجه تفيد انه العميل ملتزم في صيانته الدوريه بالنسبه للشركات. بعدين بيبعت لي المستندات، بنبتدي الساده المامور الضبط في الاداره بيبتدوا يفحصوا الملفات، يشوفوا ايه فيهم شكوى العميل ايه وايه المستندات اللي موجوده معاه، ويبتدي يفحص يشوف الحاله القانونيه للموضوع. بعدين بينسق عندنا فوكال بوينت في كل الشركات دلوقتي بتاعه السيارات، عشان الموضوع يبقى اسهل واسرع بنبتدي نبلغهم بالشكاوى ونبلغه باحقيه الشاكي في الموضوع، بنحدد ميعاد وبنبتدي نخلص المشكله. لو الموضوع ماشي في السيتويشن السهل، لو في بقى مشكله في خلاف فني ما بين الشركه والعميل على انه هل ده عيب صناعه او سوء استخدام او اصلا في عيب ولا مفيش، بنبتدي نلجا للجنه الفنيه للسيارات، بتبتدي تفحص العربيات، عاملين بروتوكولات تعاون مع كليات الهندسه، بيفحص العربيات وبيشوف، بيديني تقرير فني معتمد من الكليه بحيث ان انا اقدر بناء على التقرير ده اخد قرار. ده الشق اللي هو الشكاوى اللي هي ليها علاقه بالمشاكل الفنيه في السياره. في شق تاني بقى، ده المتعلق بالحجز وبيع العربيات عن طريق المعارض السيارات والكلام ده كله، وده بقى بيبقى فيه اجراءات تاني مختلفه عن الشكاوى بتاعه الفنيه. هنا بنتكلم في سيارات متاخره في التسليم، حد اشترى عربيه بسعر ولقينا السعر مختلف عن اللي موجود في الفاتوره، دي شكاوى نوع تاني برده مختلف من الشكاوى، ودي برده الساده مأمور الضبط بيشتغل عليه. والجزء اللي احنا بنحاول ان احنا ننميه دلوقتي او ان احنا نعليه عندنا في الاداره، ان احنا نشتغل على مكافحه الظواهر، بحيث ان احنا نحاول نرب الظاهره من قبل ما تنشا، بحيث ان احنا نقضي على الظاهره قبل ما تيجي للجهاز، فتبتدي عدد الشكاوى اللي بيجي الجهاز يبقى اقل. وحتى لو العدد جه كتير، خلاص هيبقى المحقق عارف الظاهره هتمشي ازاي والتكنيك ماشي ازاي في الحل، فالموضوع هيبقى اسرع بكتير بان احنا نلاقي حل، اكتر من ان هو يلاقي عنده عدد شكاوى كتير ومش عارف يلاقي له حل. بتحلوا في اداره شكاوى السيارات كام في المية من المشاكل؟ لا، احنا اكتر من حاجه و80% عندنا بيتم ازاله اسبابه. ازاله اسبابه يعني انه الشركه بتيجي الشكوى بتيجي نفحصها ونخلص مع الشركه بانه يتم رد الحق للعميل. النسبة الأقل بعد كده بتبقى سواء عدم مخالفة أو قرارات قليلة اتحلت للنيابة، لأن احنا عندنا أعلى درجة عندنا في درجات التحقيق هو مجلس إدارة الجهاز. مجلس إدارة الجهاز ده بيصدر قرارات ملزمة ضد الشركات على حسب ما بيشوف الشكوى وبتتعرض عليه، بيبقى القرار ملزم، وعدم تنفيذ القرار ده بيبقى جنحة، بيتحول للنيابة وبعدين تحول المحكمة الاقتصادية، بيصدر حكم ضد المشكوك في حقه في حالة عدم التنفيذ خلال المدة المعينة.